بحثت وزيرة التجارة نيفين جامع مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة خطط إنشاء مناطق صناعية وحرفية بالمحافظة، وقالت جامع إن اللقاء استعرض آخر التطورات المتعلقة بإنشاء منطقة أبو زنيمة الصناعية، والتي تعد أحد أهم المشروعات الواعدة بالمحافظة، وهو الأمر الذي يتيح إقامة صناعة ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية.